السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مدينة درقانة أو حي درقانة، هو يعتبر من حجم مدينة. نتكلم على مسألة النظافة والتهيئة العمرانية في هذه المدينة تاع درقانة خطوة بخطوة. هنا أنا نلاحظ زبالة على طرف الأرصفة، ونشاهد هنا الزبل، وهي المفروض الزبل في النهار ما كانش يترفد، في الليل يترفد. والحائط هذا، شوف الحائط اللي يفصل هذا الحي نتاع العمارات هنا، والحائط هذا حائط، هذا مظهر من مظاهر التخلف. الحائط هذا ما عنده حتى فايده، لازم يكون تواصل في كي تبني منطقه عمرانيه، لازم يكون تواصل بين الفضاءات نتاع العمران. ما نديرش نروح ندير انا حائط كانه، شوف يا كازيرنا، وهذا الحائط ربما يخبي زبالة أخرى وراء الحائط. مهم، هنا هذه الشاحنة، هذه نعاود الشاحنة هذه ممكن عندها على 3 سنين وهي ثم. ونشاهد التهيئة، يعني الزخم العمراني تاع المكان يعني لاباس به، وفيها هذه المنطقة تاع درقانة فيها مرور تراموي، شيء جميل. هنا نشاهد تهيئة، فيها تهيئة لكن ما فيهاش صيانة. هنا يخص التشجير على حواف الطرق هنا. المفروض يكون فيها تشجير هنايا. وهذه الدوضانات المماهلة تعتبر جيدة لأنها عريضة. ولاحظ أن الماركاج تاع الطرقات، سينياليزاسيون هوريزونتال، تقريب غائبة. الطالع هذاك اللي جاي في الطريق غير واضح. هنا نلاحظ هنا منطقة تاع بناء ذاتي، الأرصفة حدث ولا حرج. هنا نقترب من منطقة قهوة الشرقي، ما يسمى قهوة الشرقي، وهنا نشوفوا البناء الذاتي. الله يبارك، يعني من ناحية الكمية كبيرة، لكن من ناحية النوعية تبقى نقص كبير. وهنايا نشوف غبار على حافة الطريق، غبار، هذا لازم يتنحى هذا الغبار هذا. وهنا نشوف العملية تاع البناء الذاتي، إن شاء الله كان يخلوا الناس تبني هكذا، تعطيهم ديرو التيران ويبنوا زوج ثلاث طبقات. وهنا نشوف حي اجتماعي من جهه مليح، وخط الترامواي فيه الاشجار، الله يبارك. لكن هذه البناءات الذاتيه من الجهه اليمنى ما زال ناحيه الناحيه الجماليه خصوصا كثير. لازم الدولة تعطي تمد دي بلان، تعطي دي بلان شارج لكل هذا البناء، الناس اللي تبني تعطي لهم كيفاش لازم تكون الواجهة. ولازم يا جماعة نحيوا هذا البالكون، الشرفات هذه نحيوها من البناية، ما نزيدش نبنيو البالكون. هذه فكرة فرنسية بيئة قديمة، ما نزيدوش نديروها. هذا البالكون ماشي عتشة فرنسية، البالكون ما عنده حتى فايده. نبني بالكون ومن بعد نغلق البيبان، ان المراه ما في منطقه ما تدرش الطب، اغلب العائلات نتاعنا في الجزائريه
متى ما تطلش كيفاش تبني لها البالكون تاعي؟ الشرفات هذه خلاص نحوها من البناءات نتاعنا، ولازم نراقب كذلك الاعتداء على الرصيف. لازم البنايات كلها تكون مستقيمة على خط واحد، ما يكونش فيها البالكون يخرج فوق الرصيف. كاش هذا البالكون يخرج فوق الرصيف، أو حتى البناية في بعض الأحيان البناية تبنى فوق الرصيف. نرانا في المحول الجديد هذا تاع قهوة الشرقي، كان اللي يسمى قهوة الشرقي، ونلاحظ هذه البناية اللي راهي بالشارفونت ميتاليك هنا بالمقابل، هذه عندها 50 ولا 30 سنة وهي لم تكتمل. وهنا نشوف البنايات نتاع البناء الذاتي كلها، يعني من ناحية الكمية ما شاء الله، لكن تبقى الناس لازم تكمل البنايات نتاعها. وكذلك لازم ننظم عملية التجارة والأسواق على حافة طرقات الرصيف، مخدوم للمشاة ماشي للباعة نتاع الطفيليين هذو اللي عمروا الشوارع. لازم تكون فيها صرامة في هذا الميدان. السلام عليكم.